كيف أعيش اللحظة بالأفكار؟ فالفكرة ليست قدرة، بل يمكن أن نصنع منها قدر. يمكن أن تصنع منها قدر لحياتك، فالقدر تفاعلي. إذا تفاعلت معه راقب أفكارك، وجهات نظرك بكل شيء. المشاعر، فالكثير منا لا يعبر عن مشاعره، بل يخاف أن يعبر عنها. المشاعر تقتل ولا تقتل. تمرن على تحرير مشاعرك فوريا. عش المشاعر الإيجابية وتخلص منها إن كانت مشاعر سلبية، وإلا تحولت إلى سلوك مضاد يضيع عليك اللحظة. الإنسان الذي يحمل مثالا مشاعر حقد وكراهية يضيع عليه اللحظة بالتآمر على الآخرين، بينما لو ذهبت مشاعرك وعبرت عنها فوريا بسلوك سوي، حينئذ تعيش اللحظة كاملة وعميقة. غير كي تتغير. تعالوا لنتعرف على قانون الجذب الفكري والسلام.